الراجل مم. كان لازم عشان بقى نقول عليه مدرب مم. لا التلاتة دول اقل حاجه اوباما بيلعب ليه قول لي حد يقول لي يفهمني اوباما بيلعب ليه ايه الميزه اللي انت بتلعبه حتى في ايام المدربين اللي قبل كده مره يلعبوا كرة ممكن بيمسك كرة في ايه بيمس الكرة بيمس الكرة ده ما عندوش حلو. ده بيمسك الكره بيلوس يا بيرجعها يا تتقطع منه يا بيرجعها يا منه انت خدته شفته مره كده زي احمد حمدي كده ولا ناصر ماهر خد الكره وراح ورقص بيها وراح طب بيلعب ليه مش بتاعته هو عنده حاجه ثانيه يا كابتن بيشتغل ايه لي الحاجه الثانيه عشان, عشان انا اصلا مش عارفها ويطلع لقدام بعد كده يعني لا لا هو... لي والنبي الحاجه الثانيه بما ان بقى ان له... انت خبير وراجل في التدريب انا بقول لك يمكن انا ماليش دعوه انت اللي بتحلل يمكن ايه يعني انا مش شايف هو عنده حته اوباما بيستلم وينقل كوره وبيتحرك حقيقه كويس لقدام بس بقى بياخدها فين مين بيديها له كده دي بقى مش بتاعته هو بيتحرك وخلاص اسم الله اسم الله بجد اسم الله انا بقول لك طب قول لي بيلعبوا قول لي انت بيلعبوا مد... ليه؟ ب... مدرب فاشل لو كنت بالفكر ده والله كنت هتبقى مدرب فاشل <applause> انا مش مدرب ماليش دعوه طب لا ما انت تحليل لا ده... انا بقول لك بقول لك اوباما ما هو هم... ده اللي انا شايفه بيعمله هو ما عملش حاجه ثانيه ما بيعملش حاجه ثانيه اجعص محلل واجعص مدرب يطلع يقول لي اوباما ميزته ايه؟ عشان انا مش شايف في ميزه ايوه ما انا بقول لك هو بيستلم الكرة بيديها لزميله وبيتحرك لقدام لا اله الا الله مش ده اللي بيحصل؟ طب استنى بيستلم طب انا قلت حاجه غلط؟ يسان بيحطها له جنبه وبيطلع لقدام بيعمل ايه بيجيب جول ما بتجنوش الكره بقى بعد كده <applause>